كل التحية لكم أصدقائي المشاهدين، وأهلا بأصدقاء المتابعين. مشاكل أصحاب المحطات المحروقات وكل ما له علاقة بالنفط مع ضيفتنا وقت اللي منلتقي كان عبر الهاتف لنستفسر على أي سؤال. منشعر أنه عنده جهوزية مطلقة لحتى تكون حد الناس اللي عندهم مشاكل ومعاناة، ولكن بإطار تطبيق القوانين المؤتمنة عليها كمدير عام للنفط. اسمحوا لنا نرحب سوا بالمهندسة أرور أفغالي، مدير عام النفط في لبنان. أهلا وسهلا فيك. مرسي. اشتقنا لك. الحمد لله على السلامة. أنا دائما نشاط. جاهزة كل مرة بتطلبني على التليفون أو أي معلومات بتحب الجمهور اللبناني، يعني الشعب اللبناني يطلع عليها، ونحن أكيد بهمنا أكثر شيء نقدم هالمعلومات للشعب من تلفزيون لبنان اللي هو تلفزيون رسمي للدولة اللبنانية. ستنا، يعني إذا بدي أسمح اليوم، بنسمع أنه يعني بعض المشاكل مع المحطات، وهيدا موضوع بهم كل الناس، ما زالت المشاكل مستمرة لليوم. بنسمع بيانات بيقولوا يا جماعة نحن رايحين على الأضراب، نحن رايحين نحو غلاء الأسعار، نحن نحن نحن، يعني تبريرات كثيرة، ولكن المواطن ما بقى بيحمل. ليش هذه المشاكل مستمرة؟ وبوقت أنا بسمع وبقرأ وبعرف أنه أنت يومياً ومن أشهر كنت مع مصرف لبنان عم بتتابعي موضوع الدولار والشركات والمحطات، لأنه بهمك تكوني على مواكبة يومية لهذا الموضوع. يعني المواطن اللبناني الله يساعده، مش بس قصة البنزين، عنده كل الأسعار يعني بالسوبر ماركت وبالمدارس وبكل شيء، وبالتياب بكل مستلزمات الحياة الطبيعية كلها زادت، يعني فعلا الله يساعده. هلأ الوزارة حاولت كل هالفترة انه ما تزيد السعر، بس يعني هو شيء صعب. يعني بلشنا فيه كان بعده سعر الدولار المتداول بالسوق الباراليل تنقول عند الصرافين كان 1008-1009، والسعر الرسمي 1514، بس وقت القفز وصار بال 2200 و2004 صارت كتير صعب. هلا الوزارة مع الوزيرة ندى بستاني حاولت، وقتها كنا بعدنا بال 2009، يعني ما كنا قطعنا 2009-2000، انه وزعت الارباح بشكل يكون في خسارة على الكل. نعم. وقالت طلبت منهم يقطعوا العيد بهالطريقة. هلا كان الطريقه مشيت، وفعلا بشكر كل القطاع من المستوردين للموزعين لاصحاب المحطات، تعاونوا بعد كذا اجتماع، اكيد ناقشوا كثير ورفضوا كثير، بس بالاخر اخذوا بوجهة راي الوزيره وقطعوا الاعياد وحافظوا قد ما فيهم على هالسعر. المشكل صار انه الدولار، نحن حكينا ووزعت هالارباح بطريقه ثانيه، لا قلنا 1900-2000، وقتها صار 2200-2400، خلص طلع، يعني طلع ما بقى فينا نوزعه بهالطريقه. وكانت وزاره مستقيله، يعني ما كان فيها ترجع لمجلس الوزراء باي قرار. والمشكله الاساسي اللي بدي تعرفوه، نحن كوزاره بغض النظر سوق الصرافين شو هو، نحن التعليمات الرسميه عنا ما فينا ناخد الا بتعرفه مصرف لبنان. يعني تنكة البنزين بشكل من حقها حوالي 60% مواد اللي هي البنزين اللي بنشتري، مع النقل الترانسبور والانشورنس اللي هن كلهم مع جعالة اصحاب المحطات كمان. لا لا، عم بحكي الستين. اوكي. الستين بالمية هيدي دولار. نعم. جعالة اصحاب المحطات والرسوم للدولة والتوزيع هودي باللبناني ما تأثروا، بس عم بحكي القسم الاول اللي هو 60% واللي هو سعر البرودوي، سعر السلعه واللي بيتغير بالاسواق العالميه. بتقولوا بتسمعوا طلع البلاتس ونزل البلاتس، هيدا انا وقت بدي سعر تسعيره اللي بتطلع نهار الاربعاء بجيب الطن وبضربه بسعر الدولار اللي هو 1514 اللي بيجيني من مصرف لبنان، وقت اللي هو حقيقه بالوقت الحاضر الصرافين عم بيقولوا 2000، وفعليا امبارحه في ناس قالوا لي 2200-2250 كان عندهم بدهم يصرفوا. هون الغلط اللي صاير، المشكله اللي صاير ويلي عم بدفع حقه مين بده يحلها؟ ستنا الوزير. الوزير كان عنده مجموعه اجتماعات اول امبارح وامبارح، اجتمع مع المستوردين، استمع لهمومهم وللمشاكل تبعهم، وامبارحه كان عنده مع الموزعين ومع نقبه اصحاب. واليوم عندهم اجتماع مع دوله الرئيس بفتكر؟ ايه هن عندهم. نعم. بس امبارحه كنا بالوزاره نحن وياهم ومعالي، واكيد التنين اجتمعنا فيه نحن اكيبو بالوزاره، شرحنا له شو الموضوع قصه. يعني بنطمن الناس في بنزين بالمحطات؟
لا خلينا نقول قولي. انا عملت لك جرده بكل شيء موجود بالبلد. نعم كله موجود كله موجود يسلم كله يعني موجود. ما بنخوف الناس. عندي البنزين موجود لتسعة ايام هلا بالخزانات وفي اجازات عم بيجيبوا. عندي البنزين 98 ل 10 ايام، المازوت لتسعة ايام، الغاز ل 20 يوم. أهم يعني شيء. كله موجود، الغاز ثاقبت 20 يوم لانه امبارحه 27 شهر وصلت باخره. 27,000 طن، اللي بدي اقوله انه القطاع الخاص عم بيجيب والقطاع العام عم بيجيب. يعني المنشآت المازوت عم بتجيبه والبنزين جابت اول قسم 28,000 طن، كله موجود ما حدا يفزع من قطعته. ممنوع. القطع ممنوع يعني بدنا نقول القطع ممنوع وفي تجاوب تام من القطاع. أوكي. وكله عم يجي. رح نتابع بدي اخذ اتصال اذا بتسمحي. الو تفضل. الو الو صباح الخير. صباح النور، مين معنا؟ الو الو تفضل. طالبيني حضرتكم. تفضل تفضل. فادي ابو شقره معك. اهلا استاذ فادي، تفضل. اهلا صباح الخير. تفضل يا قلبي تفضل. ولا ساعدت المديره. اهلا فادي. فادي ابو شقره ممثل يعني موزعي المحروقات. ايه اكيد. نعم. امبارح كان عند معالي الوزير بالاجتماع. ودائما بيسعى يكون قائد المجموعه. بيسعى يكون طفاي وهي في مشكلة. لا ايه نحن بالحقيقه بنوجه تحيه لكل القطاع. تفضل خيي فادي تفضل. وخاصه نحن كمان بنوجه تحيه لكم ولسعاده المديره. ونحن الموضوع اللي بتتفضل فيه سعاده المديره بنمضي على بياض. لانه هي بصراحه واقفه بجنب القطاع. حلو. وبجنبنا وبجنب الموزعين لمصلحه المواطن. نعم. لانه ايام كثير ساعات المديره بالليل بيكون في اتصالات لمن يحسوا في ازمه. نعم. او في بعض من اصحاب الشان بيحبوا يعملوا ازمه، نحن وساعات المديره بنطفي الازمه بالحكمه وبالقياده السليمه. يعني يخذ العين. يعني فادي تسلم. اعطيت الصوره اللي بتستحقها لانه من خلال متابعتنا معها انا قلت بالبدايه انه هي حاضره وين ما تكون لحتى تكون، ولكن باطار القوانين اللي بتسمح لها انه تحكي فيها. وكثير مهم نقول انه هي واعيه على كل مفردات هذه الازمه انجاز التعبير. صدقني وضع البلد منه سليم، لو ما عندنا ناس مثل افضال سعاده المديره كانت كثير الامور ما كانت سهله. وامبارح التقينا بمعالي الوزير لنا الشرف باللقاء معه وكثير كانت الجلسه مثمره وحسينا في تفاهم اكثر من اللزوم. وايام معالي الوزيره كمان بنوجه لها التحيه، ما كان عندنا اي مشكله بس كانت الظروف غير الوقت المناسب. هلا ان شاء الله انه كل الامور تتظبط والمواطن بيصل له حقه ونحن كذلك الامر. شكرا لك استاذ فادي. الكريم اذا بتتذكر اول ما اطلقنا صرخه الدولار هو عبركم عبر تلفزيون لبنان وكان في حلقه معك يا حاج الكوره، بتتذكر هالشيء كنت بالسابق. تسلم صديقي تسلم، شكرا لك خيي فادي. يعطيك العافيه. شكرا يعطيك العافيه. يعني صرنا اليوم يعني الكل يشيد بدورك قديش انت عم تشتغلي، ولكن في عندي سؤال ورد من استاذ عطوان يمين بيقول انه ليش المديره العامه سعادتك ما بتنفذ الكتب الصادره عنك وتحديدا رقم 322 يلي طلع ب 31/1/2016 يلي وجهتيه لتجمع شركات النفط بلبنان التاكيد على منع شركات الاستيراد من تسليم اي كميه من انواع المشتقات والى ما هنالك. بيقول انه برضه انواع المشتقات لشو بس سكرني 2016 نسيت. من تسليم اي كميه من انواع المشتقات النفطيه الى اي محطه محروقات سائله يتبين انها انشات خزانات للتخزين وتوزيع ماده الغاز السائل الى العموم، كما يمنع على شركات الغاز ان تتبع اي معمل غير مرخص ان تبيع عفوا اي معمل غير مرخص وغير حاصل على رخص استثمار. وبيقول مع انهم كلهم تحت امرتها ولكن ما عم بتلاحق قراراتها. هيك قال الاستاذ عطوان يمين. كلهم تحت امرتك. بشكرك على هالثقة استاذ انطون يمين. كلهم تحت امرتك؟ نحن بلشنا اول شيء مثل ما بتعرفوا بهالايام المعلومات هي القوة، داتا از باور. طلبنا من عملنا جي اي اس لكل المنشآت النفطية من محطات بنزين لمنشآت النفط ل معامل تعبئة الغاز كلها سوا. نعم. بلشت القصة ب مجلس الوزراء عملوا لجنه للكوارث تحضير. نعم. لا سمح الله صار. نعم. كوارث او شيء، وطبيعي كان اللي واخر قال لي اهم شيء عندك يعني اذا صار اي شيء كارثه بمنشاه نفطيه. نعم. ان كان عمل ارهابي او كان اكسيدان
في خطر كثير خاصه موجودين بين البيوت الموزعين. طلبنا لزمنا شركه خطيب وعالمي هي وكيله حصريه للجي اي اس بالشرق الاوسط اسري، عملت لنا خطه كوارث لكل منشاه نفطيه من محطه البنزين للمعمل للمنشاه، ما اكيد نزلوا على الجي اي اس. صار عندي احصائيات، عندي مثلا رح اعطيك بصوره سريعه، عندي 75 مركز تعبئه غاز شافون هن، بينما بالواقع عندي فوق ال 150 ل 200. قديش دبلوماسيه سعادتك بالتعبير؟ شافون هن 75، عندنا اكثر. عندنا اكثر، لانه توزيع الغاز ومسيو يمين بيعرف، صرت اكثر من مره حكي معه هيدي الشغله، اكيد هو عنده مركز تعبئه غاز عم بيعاني منها. في مراكز كتير غير شرعية ورا بناية بيجي خطرة، يعني صهريش لا تراعي الشروط، بصفوا له القوارير بيجي بيعبي وبيمشي، بحطهم بالبيك أبات وبيبيعهم. منهم مراكز بس هن عم بياخدوا على اسم مراكز، وفي مراكز سامبلان دو مراكز ما لهم رخص. هو بعرف انه بتألم من هالشي، لانه اللي حاطت انفستيسمون تيعمل مركز اكيد بتضايق من اللي ما عم بيعمل شيء وعم بيربح زيت الربح. نعم، بس هو بيعرف وضعنا بهالموضوع. يعني انت عم تلاحقي قراراتي؟ انا عم لاحق قراراتي، بس انا ما عندي درك بايدي، وكمان بيعرفوا كلهم. انا طلعت قرار وقلت ممنوع، بس رح اقول لك بعد، عندي بالاراضي اللبنانيه 2754 محطه بنزين مرخص، 694 منهم غير مرخص. يعني عندك على 2700 ما بعرف عنهم شيء، وعندي 980 المحطة بتخدم ترخيصة على 30 سنة. بعد 30 سنة لازم أرجع أكشف أتأكد ما عملوا مخالفات. في 980 منهم مقدمين لأرجع أكشف وأعمل. نعم. يعني أنا شو باقي عندي؟ 2754 شيل منهم 1980 وشيل 2745 ناقص 694 ناقص 980. أنا هودا عارفة فيهم وحكيت الشركات وبعت كتب للمحافظ يلي بإيده السلطة الأمنية درق، أنا ما بإيدي درق. نعم. وعجربنا نتعاون معه، بس خلينا نكون منطقيين، بلبنان عندك محميات سياسية. حلو. يعني المحط عندي شكاوى، عندي شكاوى من محافظ البقاع على 41 محطة مخالفة وبتشكل خطر، ومنهم في فوق منهم بيوت اللي هو ممنوع يكون في شقق سكنية. عندي محطتين بنزين ببيروت فوق منهم 9 طوابق شقق سكنية. عندي محطات بنزين فوق منهم مطاعم اللي هو ممنوع نار وخطر نار يعمل حريق بالمحطة. بس هودي اشياء بدها تنحل سياسيا، بده يتاخد قرار سياسي. أوكي. ما تظلمني مسيو يمين، المعامل انت بتعرف مين اللي عنده معامل تعبئة الغاز، والشركات قالوا لي قالوا لي في حماية سياسية، نحن ما قادرين نعمل شيء. انا دوري عملته وانا تبعت، وكل سنة ببعت مكاتيب واللجنة النيابية مع النائب معلوف حكونا بالموضوع وقلنا لهم شو عم نعمل. هي بالسابق قلنا لهم بالسابق، وانا كل سنة ببعت سنة الماضي بعت، وكل سنة برجع بذكر الشركات وبذكر المحافظين. بس انا هالقد دوري، يعني هالقد تنقول صلاحيتي، لانه الدرك منهم معي. ان شاء الله بصيروا معي درك، يعني لحتى تقدر تطبق كل القرارات، لانه استاذ عطوان خطا وقال كلهم معه. ايه كلهم بالقطاع معي، ايه بالقطاع. بس هيدي برات القطاع. أوكي. وانا بعتبر اللي معه ما معه رخصه هيدا منه بالقطاع، اكيد منه معي. تسلم تمك. بناخذ اتصال هلا من النائب جان حاتم، كمان امين سر نقابه موزعي الغاز بالمفرق والجمله ومستلزماته بلبنان. الو الو، يا هلا، كيفك؟ كيفك استاذ نهلا؟ نائب اهلا وسهلا فيك. يعني اليوم سعادتها عم تحاول قدر المستطاع تكون دقيقه مثل العاده وصريحه، يعني هيدا لا شك فيه، ولكن واقع الغاز من فتره شهد ازمه، وانا بقدر كثير اتصالها فيي بهيديك الليله وقالت لي مين يلي قال انه كله موجود وكله مأمن، يعني بتلاحظ حرصها على المواكبه والمتابعه وين ما كانت. بهذا الاطار، يعني من موقعك انت بالنقابه اليوم وبين كل المواقف اللي عم تحكيها سعادتها، كيف بتشوف الصوره؟ اول شيء بحب اوجه تحيه لسعادتها مدام غرور ولكل المشاهدين معك. ميرسي. انا بعتبر انا كلمه حق تنقال يعني
لحضرتك كلها معالية يعني. شباب بدنا نسمع بالاستديو على طول المشاكل اللي صارت، المشاكل فعليا يعني عايشتها. وانا بعتبرها هي وزيره الظلم. نعم. بوجهها للشكر سعادتها، لانه لو منا يعني صدقني يعني كنا مرقيت منظمه اكثر من هيك. تدخلها عده مرات يعني كانت عم تسهل الامور وعم توجهنا للطريق الصحيح. يعني والازمه اللي مرقنا فيها نحن ال 15% اكيد هي عبء وخساره على الشركات وعلينا بالتالي على الموظفين في الفائض. نعم. نحن بنتمنى انه يصير في حل يعني اعاده نظر بالجدول يعني ويصير لها حل العمليه يعني. وبحب طمن العالم يعني مثل ما قلت سعادتها الغاز مأمن. مأمن اكثر شيء ل 20 يوم. الغاز لا مهم الدواتر عم يجوا توابع ورا بعضهم عم يجوا. نعم. ونحن كموزعين نحن عم نقوم بمهماتنا بالرغم من الخسائر اللي تحملناها. ونحن تبعنا النصيحه. بعدكم عم تخسروا نقيب؟ بعدكم عم تخسروا لليوم؟ نحن عملنا اتفاق نحن والشركات والمعبر برعايه سعادتها. نعم. هي اللي طرحت الموضوع لانه مثل ما صار بمحطات البنزين. نعم. لانه وقت وقفنا نهار واحد صار مشكله يعني بالسوق لانه كان في ثلاث ايام عطله ونهار نحن وقفنا في صار في مثل ازمه تقريبا بالسوق. تدخلت هي وطلبت منا انه نعمل اتفاق مع الشركات. نعم. فنعمل السوق لانه ما بدنا ان شاء الله خير انه المواطن يقطع مصر. صار الاتفاق انه يدوروا الكميه اللي عم تنزل على السوق. واخذوا 500 ليره نحن من ربحنا من الزعالة تبعيتنا يعني هي اتفاق شفهي يعني ما في شيء خط يعني انه اتفاق بين بعضنا نحطها. نعم. ويقضوا منا باللبناني. يعني قبلنا على مضض على اساس انه نوقف العمليه فكنا شفنا شو بيصير ونزلنا على السوق وتعبت هلا يعني السوق طبيعي وريق وما في شيء يعني ان شاء الله خير. شكرا لك نقيب ستنا شو بدك تقولي؟ نحن عملنا كيف صار تقسيم الارباح اللي عملته معالية على البنزين. وقتها صارت قصة الغاز واكيد كله تبع بعض يعني كله. حكوني انه بدهم موعد من معالية. قلت لهم يا عمي طيب موعد من معالية خلينا نكون منطقيين، هل رح تعملوا معالية؟ شفنا كيف الوزارة الحل اللي طلع من الوزارة خلينا نعمل على نسقه وبلا ما تجوا لعنا ولعند يعني وتاخذ هيدا البعد الاعلامي والعجقه والمواطن يعني خلينا نخفف عن المواطن خلينا عرفتوا كيف طريقه الحل وزعوا كانوا كثير متجاوبين المستوردين وهن وانا كنت على التليفون مرتبطهم لاجتماعهم وطمنوني انه مش الحال ان شاء الله نشكر الله ما عاد في مشكله. طبعا الهامش بدي اسالك موضوع القوارير يعني بعدنا عم نحكي بالتبديل لانه بعد ما احيانا بصير في انفجارات لانه بلشت اول شيء عندك من هون تيلي ليبان انطلق من 2016 وحكينا طلع ايه القرار 127 باخر ايلول 2015 تنبلش بال 2016 صح. بقى بحب طمنكم نحن صرنا لحد هلا عدد القوارير المستبدلة بآخر 2019 بدون شهر كانون الثاني هلا مليونين و733 ألف و230 قارورة وصلنا تلفين مليونين و692 ألف و146 قارورة ماشي التبديل وإن شاء الله كل القوارير القديمة بلشنا نحن بالقوارير القديمة اللي فعلا كتير وضع مهدرة وكتير وضع خطر هيدي بطلت موجودة بطمن المواطن اللبناني هلأ القوارير اللي بالسوق اللي باقي اللي بعد ما استبدل اللي استبدل أكيد يعني من سنة 2016 عليه يضل لل 2026 تنرجع نكشف عليه دونك ما في خطر على 10 سنين بس عم بحكي القوارير الباقية اللي بعد ما تبدلت لحوالي مليون و 400 كله أوكي. ما في خطر فيه يعني بموضوع أنا قلت بالبداية سهرك على هذا القطاع والتواصل اليومي مع مصرف لبنان كان من فترة لليوم يعني لليوم مستمر قديش مهم نقول في امل بحل هذه القضيه 15 85 اكثر اقل لنقول خلص ارتحنا لك نحن يعني انا رحت على اجتماعات مع مصرف لبنان اكيد بتكليف المعالية تنظم هالموضوع وصلنا معهم نحن كنا طالبين 100% انه انت بتعرف وقت بتدفع انت بنزين او مازوت او قليلة غاز تدفعوا باللبناني المازوت باللبناني عم يندفع اليوم؟ هلا 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 لا يعني هلا الوضع كله سيء بس انه مثلا محطة البنزين بتعبي قنينة تنكة بنزين بدنا نشوفه اسود ولا رمادي اذا سيء يعني بدنا نكون رايحين على اشراقة شمس الحلول
مش سيء إيه سيء يعني، بس عم بقول شو المشكله. أيه. المصاري بتنلم لبناني وقت بيجوا بدهم يبدلوها. أيه. عند الصرافين ب 2200. نعم. حكينا مع مصرف لبنان وصل لل 85. هلا انا ما بدي اكون الا متفائله، ان شاء الله الحكومه الجديده تقدر تفوت بحلول وبتبطل البنوك موقفه هالالسيات وفتح الاعتمادات وتتسهل الامور. بس اذا بده يضل الوضع سيء وبده يضل ما يخلوا الحكومه تشتغل، خلينا نقولها بصراحه، ويضلوا كل اجتماع بده ما يخلون يوصلوا، بدنا نضل بهالطريقه هيدي، يعني نحن رايحين نسيء لاسوء. 85% يلي لا رح اقولها هون، 85% اللي وعدنا فيها مصرف لبنان ممكن تصير 50% وممكن تصير زيرو، لانه اذا الحكومه ما قدرت اشتغلت وعملت الاصلاحات الواعده فيها معناتها ضلينا بالفراغ، يعني كارثه. يعني كل المعطيات اللي نحن عم نقولها كمان، يعني شباب هذا القطاع بيقولوا انه مفروض تكون الآلية القانونية لتعديل جدول الأسعار يعني سريعة وعاجلة من قبل معالي الوزير. معالي في شيء رح يتغير هلا مع الوزير انه غجر ولا لا؟ واضح معه. نعم. معالي قال لهم أنا عم بسمع، لأنه معالي ما كان أكيد بجو كل هالمشاكل، يعني كان عم بسمع، قال مثل ما الناس عم تسمع، مثل ما كل لبنان عم بسمع، ما فات فيه. بس قال أول شيء، قال دقيق وسجل أدنى ملاحظة، مزبوط. أول شيء يعني مهندس بروفيسيونال أكيد كله وراء وأرقام عنا نحن المهندسين طبيعي. هلأ اللي هو عمله أول شيء وهذا أهم شيء، قال لهم أنا فهمين المشكلة وأنا عارفها إنها حقيقية. نعم. هيدي ديجا كتير منيح إنه واعي للمشكلة واعترف إنه فيها، يعني ممكن واحد يقول لا وما بعرف، لا هو اعترف. بس قال أنا حكومة بعد ما خدنا ثقة، وهيدي شغلة بدها تحملها أكثر من وزارة. يعني بده يرفعها لرئيس مجلس الوزراء، كان واضح معه، كان كتير صريح، كان كتير شفاف. قال لهم أنا أخذ من طالبكم لأنه محقق، بس بدها تنعرض مش بس علي، بدي أقنع رئيس مجلس الوزراء فيها. حلو. لأنه أنا هلأ حكومة ما أخذت ثقة، ما بقدر أخذ قراري. يعني بدنا نطول بالنا ولا معتبر الحل؟ طلب منهم تطويل البال. قال له بدكم تطولوا بالكم، نحن هلا حكومه مثل كان زيت قصه الوزيره ندى، كانت وزيره بحكومه مستقيله، كانت تقول لهم زيت الشيء انه انا بحكومه مستقيله كيف بدي اخذ قرارات؟ القرار الصعب مين بده يحدد لك سعر الدولار؟ مين الهيئه الرسميه اللي بدها تحدد سعر يعني الدولار؟ يعني وعد ساعات الحاكم انه هذه القضيه ان شاء الله يعني مع بدء يعني عمل الحكومه بس تاخذ الثقه يمكن يوصل لها. يعني هي المشكله اربع اشهر كان سببها عدم وجود حكومه، هلا عندنا حكومه ما اخذت ثقه، ان شاء الله بس تاخذ ثقه. هيدي القصه من اولويات، حتى معالي عم بيحكوا باشياء ثانيه، قال لهم لحظه البريوريتي عندي تظبيط السعر، بعدين بنحكي بمشاكل القطاع الثاني. أنا بدي أشكرك يعني اليوم أنت دائما حاضرة لحتى تكوني معنا، ومثل ما نحن دائما بنقول على أمل أنه يكون في موافقة منك نعمل جولة ميدانية نحن وياك على أي مكان بسبيل تطمين بال الرأي العام، لأنه اليوم صاحب المشكلة وقت اللي بيطرح الأمر على الإعلام يمكن بيحكي أحيانا بعصبية ما بتكون أعصابه إلا مشدودة. بهمني من خلال يعني هذه الصراحة اللي عندك وهذه الجدية والموضوعية بالمواكبة والمتابعة أنه نعمل جولة نحن وياك ميدانيا بعد إذنك، وهيك بنكون عم نطمن يعني رأي البال رأي الناس كلهم انطلاقا بوعي، لانه اكيد اهم شيء عندنا الوزاره المواطن اللبناني ان شاء الله. كل هالقرارات كنا عم ناخذها للمواطن اللبناني، حتى لو سمعونا عم نناقش بتعديل السعر وبيعرضوا على مجلس وزراء وكل شيء، بالاخر نحن على طول على طول كان عندنا دائما المواطن اللبناني، وكان في اهميه انه يحافظوا على السعر اللي عم بيطلع من الوزاره لمحطات تلمو، لانه يعني كنت عم بقول هذيك المره انه اسعار المحروقات بتاثر على كل شيء، بتاثر على اوتوكار المدرسه، بتاثر على البضاعه بالسوبر ماركت لانه في نقل. لا. يعني رفع السعر هيدا شيء بده دراسه اقتصاديه، ما فينا نرفعه هيك. اوكي. لانه كل الوزارات لازم تساهم بهالدراسه، وكله بالاخر هدفنا مساعده المواطن خاصه بهالفتره الاقتصاديه. يسلم تنميك، شكرا لك المهندسه عروف غالي مدير عام النفط في لبنان، شكرا لك ستنا. اصدقائي فاصل للاعلان ونعود. كل التحيات للأصدقاء من القسم الثاني عبر مشاكل وحلول، منتابع مع ضيفنا عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عمران وضاح فخري، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك حاجة نقولها. كل الأنظار اليوم نحو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، لأنه قديش دقيق هذا الواقع اليوم. حضرتك أنت كعضو مجلس اقتصادي، مهم كتير نقول القطاعات اللي بتلحقها بهذا المجلس، مزارعين وغيره، أنه نضوي عليها بهذه الأطلال إذا بتسمح. إن شاء الله. أنا بحييك وبحيي المشاهدين كمان. قالوا لي كنت عند وزير الزراعة من شوي، يعني أنا كنت عم بحكي معه وعرف أنك أنت كنت عنده، بقى بهمني أعرف اليوم شو سبب زيارتك العاجلة. هو كان عنده اجتماعات مشان البطاطا اليوم. والله الحقيقة كانت هذه الزيارة مفاجأة، تقررت يعني مبارع عشية. حبينا نحن نستبق الأمور، أنه في عنا بعرف مشاكل الزراعة كتيرة كل يوم، كل يوم في مشكل، ولحتى نضوي على هالمشاكل. نعم. ونتعرف عليه ونحطه بهالاجواء يعني. الاجواء نحن ما بدنا نطوش له راسه كنا، بس لا بس ظهر عنده قلب. ايه عنده واضح عنده، كان فكره واضح انه هو عنده عناوين، عنده هو من بيئه زراعيه. نعم. على فكره كمان. نعم. يعني عايش بالمشاكل. نعم. من قبل ما يعمل وزير زراعه وثقافي. نعم. طبعا عرضنا عليه المشاكل اللي نحن عم نعاني منها، خصوصا المشاكل الزراعيه ككل، خصوصا الزراعه الجنوبيه. طب انت ايش بدنا امكانيات؟ يعني انتم بتعرضوا مشاكل وتقولوا سمعنا، بس نحن عندنا اتفاقيات دوليه، يعني البعض بيقول حررونا من التيسير وحررونا من اتفاقيه فلان وفوق، بس انه وبعدين نحن ما فينا نحرر حالنا من هالاتفاقيات. نحن بنتمنى فينا نتحرر او فينا نواكب هذه الاتفاقيات اذا ساعدتنا الدوله انه نخفض كلفتنا، كلفه الانتاج. من وين بدي بلش؟ بده يبلش من الدعم، دعم كلفة الانتاج. في امكانية ندعم نحن وضعنا الاقتصادي اللي بتعرف بالموازنة، نحن صار في تقشف. في تقشف، يعني بتعرف انت، نحن كلنا بنعرف وزارة الزراعة ما بتتعدى ميزانيتها، ما بتوصل ل 1% من الموازنة العامة. نعم. وهلا في تقشف، فما بالك يعني هلا كيف بدهم يدعموا؟ فنحن محكوم علينا انه نقبع شوكنا بايدنا. هذا بالعربي. طب المجلس انتم الاقتصادي الاجتماعي ما عندكم امكانيه تتحولوا مع وزاره الزراعه لانعاش هالقطاع؟ نحن طبعا بامكانيات، ضمن امكانياتنا الاستشاريه بين هلالين، عم نقدم اقتراحات وعم نقدم حلوه منك جذريه. استشاريه ما في غير استشاريه، هيك بدهم ايانا، استشاريين فقط، لانه بالنهايه نحن بنعرف. بس راي الاستشاري غير ملزم، ولكن هو ضريرة محشر، يعني بيحشر وقت اللزوم بيحشر، عشان نعم. هيك هن عادة عم يتجاهلونا اذا بدك. ليش عم يتجاهلونا؟ لانه نحن دائما انتم شريحة كبيرة اليوم بالمجتمع، لانه بنعطي نحن الرأي الموزون. طب المزارع والمزن. يعني نسبة المزارعين هن بالسياسة ما بدهم هيدا الرأي. نسبة المزارعين والعوائل قديش هن بلبنان؟ نحن حوالي 40 ل 45% بيعتشوا من هيدا القطاع، هن ما بدهم يشوفوا هيدا الموضوع. نعم. هن بدهم يمشوا بالسياحة، مع احترامي طبعا لكل العاملين بقطاع السياحة والخدمات. كمان عم بيعنوا عندهم والمصارف. وين بدنا بعد مران على المصارف والقطاع المصرفي؟ انتم متضررين كمان. كل العالم متضررة، فنحن ما في عنا إلا القطاعات الانتاجية لحتى ننميها، خصوصا القطاع الزراعي اللي بيشكل 45% من سكان لبنان اللي بيعتشوا منه، اللي هو بزيد الناتج المحلي. طب صديقي، اذا بدنا ندخل نحن على الارض الزراعيه، هلا انا وياك شمرنا وعم نزرع، ولكن بنشوف من هذه اللحظه الزراعات المرويه هي مشكله اساسيه، لانه بيقولوا نحن ما عندنا الا مي ملوثه عم نسقي فيها مزروعاتنا. بنروح لبعيد بنقول انه في محاضر تحرر بحق المزارع يلي بيروي من انهر من مياه ملوثه. يعني اذا انت عندك اراضي وقررت انك تحفر بير، بدك تروح على وزاره الطاقه، هل عملك مسهل ولا صعب بهذه الحالة؟ لنبلش المشكلة من أساسها، أرض ومي. المشكلة من أساسها حاجة أولى، بسنة 1951 أنشئ مشروع الليطاني. نعم. اللي هو بيروي حوالي 30,000 دونم، بينبع من بحيرة القرعون ليوصل لأول صيدا. نعم. هيدا بيروي هو اللي ثاني بينبع من القرعون؟ لا، من قبل يعني. نعم طبعا، يعني من القرعون، يعني من المنطقة من بعلبك. اوكي. 30,000 دونم بيروي. نعم. هلا طبعا صار في نهضة زراعية فظيعة بهيدا بهالفترة. نعم. من الخمسينات، الستينات، السبعينات، كله بسبب
هذا المشروع. هلا طبعا المغتربين يلي كانوا عم يشتغلوا برا بدول افريقيا وامريكا تشجعوا انه يرجعوا على لبنان يجيبوا اموالهم ويستثمروا بالقطاع الزراعي. اضطروا بالنهاية يشتروا اراضي او يستثمروا اراضي هي اعلى من منسوب نهر الليطاني. نعم اوكي. اللي هو بيتعدى 100 متر فوق سطح البحر. ارتفاع يعني. نعم اوكي. فطبعا بيشروا باستصلاح الاراضي. اوكي. وصار في زراعات كتير متنوعة وزراعات كتير عملت عجلة. هذه الصورة بالماضي اليوم. عجلة بالاقتصاد اللبناني. بس سيدي هذه صورة قديمة يعني الواقع اليوم. حفر. أنت عم تحكي انحفر. الواقع طبعا. انحفر بالسابق. بالسابق. بس اليوم إذا بدي أحفر شو بعمل؟ إذا أنت عندك أرض بدك هلأ تحفر. هلأ. في تدابير. في تدابير. وزارة الاقتصاد. الطاقة والمياه. الطاقة والمياه. هي عم بتحب من هيدا من طموح الاستثمار الزراعي. شو السبب؟ لأنه عم بت. شو عم بتضايق يعني شو عم يوضعوا شروط عم يوضعوا شروط كثير قاسية تنفيذية لحماية المياه الباطنية لحماية المياه الباطنية بوقت انه نحن اول شيء ما عندنا سياسة زراعية واضحة بعد ما في حماية زراعية من الدولة وبوقت نحن لبنان قصر مي قصر مي يعني لا يجوز انه يتحمل المزارع بعد كلفة استخراج مي من المياه الجوفية لا يتحمل ما في سياسي وما في دعم لهذه الزراعة. نعم. يعني المزارع خليني على سبيل المثال تفضل حاطين رسم 100 ليرة على كل متر مكعب الاستخراج من باطن الأرض نعم. إذا أخذنا ضمن الحمضيات. نعم. ضمن الحمضيات كيف الحمضيات اليوم طمن الموسم كيف مقبول الحمد لله ما بعد يعني بتضل في شوية تهنيد احنا عبود موسم تصعيدي يعني منقول ان شاء الله ان شاء الله هلا ان شاء الله هلا بنحكي فيها لانه يعني نحن متأمنين بأسواق العراق ان شاء الله يا رب تفضل يعني كل متر مكعب 100 ليرة مسعرينه اذا قلنا في عداد يعني طبعا في عداد بنحط على كل بير سيئته مزبوط العداد والله المفروض كل شيء بالدولة لازم يكون مزبوط هلا 100 ليرة إذا عندك أنت ضمن الحمضيات نعم. بياخد 8 أمتار يومياً هالثمان أمتار بدك تضربهم بـ30 نهار بالشهر بيطلع شهرية الدنم 24,000 ليرة هيدي شو بس رسوم ري هلأ الشهر موسم الري الحمضيات بيروح 8 أشهر بالسنة يعني عندك ما يعادل حوالي 200,000 ليرة رسم على الدنم الحمضيات قديش بيعطي للدنم كلفة دنم الحمضيات حوالي 1,000,000 ليرة نعم. وما عم بيجيب همه وعم يخسر بس انت بدك تحمله 200,000 ليرة بعد واساسا هو طب بنغليها على المستهلك مثل ما عم بيصير ولا لا بعد بدك تغلي شو بدك تغلي قديش اليوم بالمفرق يعني شو بالمفرق حمضيات. ما يعني ما فيك تقارن يعني الحمضيات عم تنزت بالسوق لانه باب التهريب مشرع كلها بضاعة مهربة سورية وغير سورية عم بتعولوا على سوق بغداد العراق يعني طبعا عم نعول على سوق بغداد العراق ولكن بيمشي الحال يعني اذا راح اذا لا. نحن عم نعول هلا اول شيء ان شاء الله نتمنى تاخد الثقة الحكومة ان شاء الله وعم نعول على علاقات جيدة وممتازة مع الشقيقة سوريا هيدي نتجاوز هالأزمة يعني هيدي اللي بدنا نتجاوزها لحتى نقول نحن منعول على السوق العراقي لانه لهلا ما في علاقات نديه اذا بدك نعم. او علاقات الضروره بس اخذوا الموز من عندنا اخذوا الموز كتر خيرهم طبعا نعم. يعني هذا بالنهايه والموز بعده رخيص بحاجه للموز والموز بعده رخيص عندنا الحمد لله ماشي الحال يعني خلي العالم تاكل الحمد لله الكل مستفيدين ان شاء الله نحن منعول على البيان الوزاري يكون في علاقات جيده نعم. مع شقيقه سوريا لحتى بالتالي تعكس إيجابا على وضعنا الاقتصادي بلبنان يعني هلأ بنرجع للموضوع التدابير المتخذة من قبل وزارة الطاقة يعني أنت من خلال مشاكل وحلول بتعتبر أنه هذا الأمر هو مشكلة بالنسبة لكم كمزارعين هيدا مشكلة بحملكم عبء اقتصادي كبير هيدا أساسا نحن حاملين العبء أساسا هذا بيدمر القطاع من هلأ ونحن ما عم نقول أنه نحن تحت القانون إذا هو هيدا قانون نحن تحت القانون ولكن بظل معطيات سوداوية للقطاع الزراعي وما في خطة
من قبل الحكومة وأي حكومة لتطوير القطاع الزراعي وتقلل المزارع يكون مرتاح. البركة فيكم بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والاستشاريين. نحن عم نقدم استشاراتنا غير ملزمة. للأسف ما عم ياخدوها لأنه هني بيعرفوا أنه عم نحكي مزبوط وعم نحكي صح. نعم. نحن نعم. بس يعني بتتخيل أنت لما عملوا الورقة الاقتصادية بقصر بعبدة. نعم. دعوا كل الأحزاب المجلس كل أحزاب السلطة المجلس إلا نحن ما دعونا من دعونا عقصر بعبدة. شو بتفهم منا هيدي؟ يعني في تجاهل لرأينا برأيك؟ مش تجاهل ولكن بدي أقول أنه يعني في وضع مخطط استراتيجي جديد يمكن بمرحلة لاحقة يكون لكم أنتم الدور الأساس. وقت بشتري أرض بشتريها بالأول بخلص حقها برجع إذا معي مصاري بعمل رخصة لحتى ابني عمر وإلى ما هنالك يعني من خطوات متتالية. بس اللي بدي أقوله سيدي أنت وقت اللي عم تقول لوزارة الطاقة والمياه أنا عندي أرض بدي أحفر بير ارتوازي لحتى أطلع فيها مي، أنت ما بس لحتى تسقي يعني مزروعاتك. طبعا مش أنا والله حبيت أنا أحفر بير بس لحتى أحفر بير وأتكلف 15,000 دولار بس حفره مثلا. طبعا انا كمان عم حط انا موتور وعم حط صيانه وعم بحط مازوت وعم حط زيت فوق هيدا بدهم يحطوا لي عداد. طب يعني بهذا الموضوع اللي عم نحكي اذا انا ما بدي اروي كثير كمان بخف الموسم عندي الا تداعيات علي كذا تداعيات لانه اذا طبق هيدا لا سمح الله هيدا القانون اذا طبق حياكس سلبا على جوده الانتاج لانه المزارع بده يحاول يصير يوفر بالمي وبس لا. توفر للمي بالمي انت حكما عم بتوفر بجوده عم بتقلل من جودة إنتاجك وراح يكون صالح للتصدير. يعني هذا الموضوع سلبي جدا 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 ونحن لم نسمح بمروره صراحة. أنتم طالبين يعني بدعم هذا القطاع يعني هي بتعود من خلال رفع هذه الرسوم ولا من خلال وزارة الزراعة دعمكم ببعض الإمكانيات المادية؟ أول شيء وزارة الزراعة ما فيها تدعمنا بالإمكانيات المادية لأنه بده مين يدعمها هي وزارة الزراعة. نحن بالمقابل هالإجراءات إجراءات القانونية اللي عم تنحط علينا كمزارعين منطالب أنه تنشال أو تتخفض نعم. لحتى تخفف من كلفة إنتاج لنضلنا نقدر مستمرين وننافس نعم. وننافس فأنا قادر تنافس اليوم؟ لا لا ما قادرين ننافس ما قادرين نصدر نحن يعني ما عم نصدر أبدا سيدي عم نصدر بس بصعوبة جدا يعني نعم. ما يعني الله يخلينا إيدال إيدال بعدها عم تدفع على رديات على على الصادرات يعني يمكن التاجر بيقول لك لو شو ما خسرت ضلني بربح هيدي الرديات على الصادرات اللي عم تقدم لي اياها إيدال نعم. يعني هيدا الموضوع. هلا بالنسبه للعراق نحن كثير متاملين انه نقدر نصدر وصرنا وتاملنا يعني قبل تاملنا كثير قبل بره الملحق التجاري العراقي هو شخص كثير بلا مؤاخذة محترم لا. ومتفهم واجا عمل زيارة للجنوب وشاف شو ناقصنا وشو الزراعة. أنا عم بحكيك عن خبرة وقت اللي كان يعني السفير عمر البرزنجي السفير العراقي بلبنان كمان كان في همة ونشاط كان في همة ودعينا على اجتماعات وغدوات وعشوات صحيح. لكل هذا القطاع على أساس أنه خلص الحمضات صاروا بالبخرة وبالطيارة صح حصر شيء. ولكن نحن الحل هو سياسي أكثر ما هو اقتصادي كلنا بنعرف هذا الموضوع يعني بدنا نحن كمان نحن عم نمر عبر سوريا نعم وبس نمر عبر سوريا ما فينا نمر على عبر سوريا الا نكون علاقتنا منيحه نحن وياها نعم هذا بنرجع بنأكد عليه نحن يعني هذا القطاع يعول على علاقه جيده مع الجمهوريه العربيه السوريه يعني. اكيد اكيد ما في مهرب. طب كيف توصف العلاقه اليوم يعني او العلاقه مع كل الدول العربيه يعني انطلاقا من دورك بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي من دورك كمزارع كمان في الجنوب اللبناني قديش مهم نقول هذا القطاع بيقدر يصمد إلى هذا الحين لحتى نقدر نحن نقول فعلا بدنا نكمل نحن ما فينا يعني نحن عم نصمد هلأ كيف عم نصمد ما حدا عارف كيف ديوناتكم كيف عم بتجدولوها مع المصارف اليوم كبيرة يعني هلأ الديونات يمكن المصارف هلأ ما عم تسأل هلأ نعم يعني في قرارات طالبين الإعفاءات اللي صدر بالقانون قانون الموازنة عن مجلس النيابة لا ما في إعفاءات ولكن طبعا في نظر بهيدي ما في إعفاءات ما في تأجيل لوحده في تأجيل في تأجيل 6 أشهر وبعدين يمكن في نظر بالفوائد كمان نعم. طبعا نحن يعني بنتمنى هذا الموضوع لأنه صدقا ما في مزارع إلا ما متضايق نعم مني وجر يعني نعم
بس مضطرين نحن نضلنا متمسكين بأرضنا وما نبيع أرضنا لحتى فينا ما نزرع. نقول عندنا أرض ما بقى بدنا نزرع ولا هي كارثة بتكون؟ لا شو كارثة، عندك أرض أنت لا قادر تبيعها لأنه مصنفين لك إياها زراعية. نعم مضطر بدك بدك تزرع وتتأمل إذا صرت هالموسم عندك موسم من التاني. طب قلت لي مصنفين زراعية، في بعض الأراضي الزراعية عم يتعمر أبنية فيها هلا يعني حتى بسهل بقى في شيء عم هلا في، بس طبعا هيدي مخالفات. مخالفات طبعا بدك تشوف النافذين بيكونوا هن اللي عم يعملوا عم بنفذوا هلا عم بنفذوا. طيب بيكونوا نافذين. طب سيدي برايك يعني هلا موضوع يعني علاقه مع وزاره الطاقه ممكن يمر مع من وزاره الزراعه ووزير الثقافه اليوم يقدر يشارككم بهذه الشكوى لوزاره الطاقه؟ بكل صراحه اي بصراحه الحديث كان اليوم عن هذا الموضوع مع معالي الوزير عباس مرتضى. شو قال لك معالي؟ وهو فورا بدر باتصال المعنيين ووعد انه يتجمد هذا القرار. نعم خصوصا للغايات الزراعيه عم نحكي نحن. نعم للغايات الزراعيه فقط، ونحن تشكرناه طبعا. ما عم نحكي للزراعه نحن، نحن نحكي زراعه واقتصاد طبعا طبعا. بنحكي بطاطا كمان، بنحكي بطاطا يعني مفروض تدخل البطاطا المصرية بكرة بعد بكرة؟ لا ب 15 الشهر المفروض. ليه تأخرت؟ لا هي عادة ب 15 شباط؟ لا ب 15 شباط. نعم هلأ بدك تشوف امبارح كان في اجتماع او يمكن اليوم. نعم لا امبارح كانوا مزرعين البطاطا والمصدرين. امبارح ولا اليوم الساعة 11 كاين؟ لا لا امبارح واليوم. امبارح اوكي. ف بعد في خلاف بل هل انه بينعطوا اجازات استيراد من مصر. نعم. ولا لا. فطبعا في ناس مستفيده من الاجازات وفي ناس متضرره من الاجازات، بس انا بصر وبناشد في حال دخلت البطاطا المصريه ب 15 شباط. نعم انه التجار انه ما يخزنوا هيدي البطاطا، ما يخزنوها يفوتوها ويخزنوها بالبرادات يعني بالبرادات لحين يبلش موسم عكار. نعم بواحد نيسان، لانه ما بدنا نحن نضرب السوق اللبناني وبالتالي نضر المزارع. 50 الف طن هو المسموح من البطاطا المصريه ولا اكثر؟ حوالي 50 الف طن. نعم. نحن عندنا 500 الف طن انتاج بشكل عام 50 الف طن 500 الف طن، عندنا استهلاك محلي 350 الف طن. نعم. وعندنا 150 الف للتصدير. نعم للتصدير وعم نحاول نصدره لهون ولهون يعني. هلا مصر اكثر شيء نحن عم نجيب من مصر بطاطا مصريه، كنا عم نجيب سعوديه بالاول. ايه؟ وقفناها شوي. نعم وبالمقابل لانه مصر عم تاخذ من عندنا مشمش وكرز وكل اللوزيات اجمالا يعني بالنهاية في تبادل. يعني بدي افهم انا هلا بالكلام عن القطاع الزراعي، نحن عم نحكي عن البطاطا لانه هلا بعد كم يوم موسمها، ولكن مجمل القطاع الزراعي كله يعاني، كل الزراعات. طبعا ما في قطاع او ما في صنف او منتج الا ما عم بيعاني. طب انا بهمني اعرف المجلس الاقتصادي الاجتماعي سيدي، انتم عندكم شي فكره لحتى تقدروا تنقذوا هذا القطاع انجاز التعبير يعني بالتعاون مع وزير الزراعه اللي جدا شفته متحمس لهذا القطاع لانه ملم بكل العناوين بكل يعني عناوين المعاناه والمشاكل اللي بيعرفها يعني بالحقيقه نحن طبعا اول شيء وزير الزراعه جديد. نعم. مع الوزير عباس مرتضى هو وزير زراعه وثقافه. نعم. مثل ما قلنا قبل. هلا بتسالني كيف بده يوفق بين الثقافه وكيف بده يوفق بين الزراعة، بقول لك الزراعة هي الزراعة بحد ذاتها بدها ثقافة، هي ثقافة. نعم. والثقافة هي شو؟ إيمان. والثقافة هي تنمية. نعم. والثقافة هي إنتاج. والثقافة هي تصدير. نعم. وصولا للقناعة إنه الزراعة إن شاء الله هي أحد أعمدة يكون في ثقافة عند السياسيين لحتى ياخذوا الزراعه تكون اهم اعمده الاقتصاد اللبناني التي يجب على الدوله الاعتماد عليها بالنهوض بالبلد واقتصاده. ان شاء الله يا رب الله ياخذ بايدكم هلا بمجلس كوزاره هلا كاقتراحات كاقتراحات نحن. نعم بدنا نختم بالاقتراحات لانه كثير مهم نتابع بشيء بعدين من خلال هذه الاقتراحات. تفضل. بالاقتراحات نحن اول شيء حطينا عملنا
انه نعمل دراسه للاسباب الموجبه لنظام الحمايه الجمركيه. نعم. وفي نظام عادل. أوكي. بيرجع عنا اعاده احياء المؤسسه الوطنيه للتسويق اللي هو مكتب الفاكهه. شطب كلمه اميري عن سند الملكيه. اي سند؟ نعم. لانه بتعرف انت شو العلاقه بالزراعه؟ هيدا طبعا لانه سند اي استملاك او نعم. اي استملاك بس بصيب هيدا العقار. نعم. الدوله بتاخذ 25%. منه. يكون في عنا قانون لمسح الارض، يكون عنا ضمان اجتماعي للمزارع. هلا صعب شوي عم بيقولوا انه طبعا لقاء مستجد ان شاء الله. ويكون في عنا سياسه مائيه كمان تكون موزنه. نعم. موزنه ونظام بيئي، وكمان يكون في عنا عم نطالب بالمجلس الزراعي الاعلى وتعديلاته ان شاء الله. الله يرضى عليكم. وبالاخر في عنا عم نحاول نشكل لجنه من كل ممثلي القطاعات لصياغه مشروع رزنامه زراعيه تتناول وبتعكس الواقع الزراعي وضبط عمليه الاستيراد خلال فتره الرزنامه الزراعيه ان شاء الله. الله يخب بايدك دائما عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عمران وضح فخري، شكرا لك. الله يخليك، شكرا وبتشكرك على شكرا هذا. سيدي أصدقائي، احنا لهون وصلنا لنهاية حلقتنا، بنلتقي معكم دائما على إيقاع البحث عن حلول لكل المشاكل التي بيستعرضها برنامجنا. بنشوفكم عبر تلفزيون لبنان بالملتقى القريب. باي باي.